الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. احنا اليوم موجودين داخل فوكس جراج ومعانا السيد طالب عبد الله الشعباني. اهلا بك سيد طالب. اهلين، كيف حالك؟ الله يخليك. الله يسلمك. سيد طالب، ممكن تكلمنا عن نفسك وتقول لنا جات لك منين فكره انك تعمل الجراج؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي، هي في البدايه كانت هوايه، يعني شباب وسيارات مجال السيارات، وشوي شوي شوي يعني تطورت الامور ووصلنا لحلبات السباقات وقمنا نطور شوي شوي. بعد كذي لازم اطور، يعني عندي طموح وايد اشياء ابغى اسويها وابغى ارتبها، فلازم اني افتح لي ورشه متخصصه عشان تتعمق اكثر في المشروع. عشان اتعمق اكثر واطور مستواي اكثر عشان ان نوصل مستوى عالي. والحمد لله وشاركنا وايد دول، يعني والحمد لله عدنا نتائج جميله. يعني كنت بتشارك قبل ما تعمل الجراج ولا اول؟ كنت اشارك، وبعد ما عملت الجراج يعني طورت من نفسي وطورت من السيارات، ومشاركاتنا قامت تزيد خارج الدوله، يعني في دول الخليج قمنا نشارك كذا مكان، والحمد لله عدنا بطولات والحمد لله. يعني طيب سيد طالب، كلمنا عن الخدمات والمنتجات اللي انت بتقدمها. والله شوفي، نحن نشتغل كل شيء. اول شيء صبغ سمكره، ثاني شيء اللي هو الرول كيج، نحن متخصصين في الرول كيج اللي هو كرامولي، ومعتمد من قبل سيارات الرالي وسيارات الدراج ريس، وما نستخدم اي بيبات، يعني اللي هي بيبات معتمده من امريكا، يعني اللي هي الكرامولي. ونشتغل بعد على صبغ السيارات وعلى الشواصي وعلى السسبنشن وعلى الاكزوز والتفصيل الكت التوربو، يعني نجهز السيارة من ألف إلى ياء، نبرمجها ونسلم السيارة. يعني إذا جينا واحد زبون يبغي صنع سيارة، صنع له سيارة من الزيرو وتغيره وتعدله وكل حاجة كاملة من الزيرو. الريال يستلم السيارة سيدة على ترك السباق، ونبرمجها ونجهزها، سلم السيارة جاهزة من ألف إلى ياء. حضرتك خدمات السمكرة اللي بتقول عليها، هل دي متخصص في سيارات معينة ولا كل السيارات؟ لا، صبغ السمكرة في كل شيء، سيارات العادية وسيارات السباق، في كل شيء، يعني صبغ سمكرة جميع الأنواع. تمام. طيب أنا شايفة حضرتك حواليك كؤوس كتير، فممكن تكلمنا عن الجوائز والمشاركات اللي أنت شاركت فيها؟ والله الحمد لله كل مكان نشارك، أكثر شيء الحين نشارك في حلبة ياس، الحمد لله يعني الدولة موفرت لنا كل شيء، من الدعم، من المكان الأمان يعني والسيفتي، حلبات على مستوى، والجماعة مو مقصرين صراحة، ونشارك وقد ما نقدر أن نطور ونطور ونطور على أساس ننافس. جميل، الحمد لله. طيب إيه يعني، قول لي على السباقات، أكيد السباقات اللي أنت شاركت فيها أكتر، وقول لي كنت بتاخد مراكز إيه؟ والله شوفي، هذه الكؤوس تقريبا أول كاس بيكون في حلبة أوتودروم في دبي في سنة 2008، الحمد لله اخذت المركز الاول. وبعد كذا بعد عندنا في ام القيوين، حلبه ام القيوين كانت احسن سرعه واحسن زمن، سياره اخوي بعد يشارك في الدراج ريس، وانا بعد شخصيا يعني اسوق سياره، عندي سياره دراج ريس. واخر جوله اللي هي الاسبوع اللي طاف يبنى احسن رقم اللي هو 69، والسياره الثانيه اللي هي تعتبر ستوك سسبنشن احسن رقم، عباره يعني في فئه هاي السياره احسن رقم في الخليج بعد اللي هو 73. وعندنا وايد مشاركات، يعني خذنا في قطر، خذنا الحمد لله في البحرين، موسم لطاف خذنا حلبة البحرين بطل موسم، والحمد لله يعني، وقاعدين بعد نطور ان شاء الله نزيد النجاح. طيب شايف طالب، قول لي بقى ايه اللي بيميزكم عن غيركم من باقي المنافسين، اللي هي كمتسابقين او كل شيء؟ يعني قول لي انت مثلا هنا الخدمه عندك، ايه اللي بيميز الخدمه عندك عن باقي منافسينك؟
والله شوفي نحن مثل ما قلت لك نحن تدخل عندنا يعني اكثر الجراجات شباب يعني في جراجات وايد يشتغلون بس نحن الحمد لله السيارة تطلع من عندنا ما يعني ما نوديها اي مكان ثاني السيارة تطلع من يعني تدخل الجراج شاصي تطلع السيارة جاهزة واقفة على مضمار الصباح كل حاجة بتتم هنا كل حاجة من جامات من سسبنشن من رول كيج من وايرنج يعني السيارة كاملة كاملة السيارة استلمها الزبون جاهزة في حلبة السباق جميل الحمد لله طيب سيد طالب قل لي الفترة الجاية ايه الخطط المستقبلية ناويين تعملوا ايه الفترة الجاية والله الفترة الجاية ان شاء الله ناويين يعني نزيد عدد السيارات المسابقة نكبر الفريق يعني وان نشارك مرة ثانية يعني نطور بعد خارج الدولة وكذي يعني ونرفع اسم بلادنا قصة نجاح زي كده كان لك حد داعم فممكن تكلمنا مين هم شركائك في النجاح والله شوفي هو اول شيء بالبداية دعم شيوخنا يعني عندنا دعم مشاريع الشباب في امارة راس الخيمة سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر قاسمي حاكم امارة راس الخيمة يعني ما مقصر ويانا موفرين كل شيء يعني مساعدات حق الورش انك انت تو بادي تبغي دعم تبغي هذا ما مقصرين وثاني شيء اصحابي اللي هو التيم مالنا يعني مال كراج فوكس واخواني يعني والجروب كلهم اللي معاي والستاف اللي يشتغل معاي يعني كلهم هذيل لهم فضل في النجاح هذا الحمد لله سيد طالب احنا سعدنا جدا بلقائنا معك الله يخليك مشكور يعطيك العافيه وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح انتظرونا الحلقه القادمه